بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله لك الأجر يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، أنت المعزى وأنت الذي نريد بإقامة عزائنا وهذا الزحف إلى جدك الحسين إرضاء لك وتخفيفا عن آلامك. المتعارف في المجالس، مجالس العزاء، عندما يكثر المعزون صاحب المصيبة يرتاح من الحضور الكثيف، وأي عزاء يشهد هذا الإقبال كهذا العزاء. كان حديثنا اليوم مع بعض المختصين ممن لهم اطلاع، قلت نحن هذا الزحف له ما يبرره، الحب، العشق إلى آخره. هل سألتم الغير عن الأجنبي خارج الإسلام خارج الدين؟ ما هو الدافع لهذه الجماهير زحفا، إطعاما، إقامة، بكاء؟ الجواب قالوا لا نعلم، سره مجهول. نحن نعلم السر ولكن هم لا يعلمون سببا ظاهريا إلا الشماتة، وقد يصفوننا ببعض الأوصاف التي لا تليق. ولكن إجمالاً هذه الظاهرة لفتت العالم. الآن العدو قد لا يعترف، ونحن عندنا عتب على الإعلام العالمي والإسلامي والمحلي أن هذه الظاهرة الملفتة لا تنعكس كما ينبغي. ولكن أنا أقول العرش يصور، الملائكة تشهد، والأعظم من كل ذلك صاحب الأمر يرى هذه الجموع. يكفينا، ما لنا والموسوعات القياسية، ما لنا والإعلام العالمي، ما لنا ولهم، ماذا يقدم ويؤخر؟ نعم هؤلاء لا وزن لهم. الحمد لله هذه الأربعينيات، الآن لا أدري كم سنة هذا الزحف الهادر، ولكن عندي يقين بأن الله عز وجل يحفظ هذا البلد وبلدان الموالين جميعا ببركة هذا الزحف المبارك. أخي الذي تكلم الرادود حفظه الله وأجرى على لسانه كل خير، واقعا جاء بتشبيه جميل، لعل في نفس هذا الطريق زينب عليها السلام رجعت من الشام للوداع الأخير. نعم، لعل في هذا الطريق بالذات عندما تمشي تذكر هذا المشي، ولكن شتان بين مشيكم وبين مشي زينب وركب السبايا. أنتم تعرفون هذا الركب كان مسبياً إلى أن وصلت المدينة، يعني هم في طوال الطريق يعيشون ما يعيشون من الذل والهوان، طبعاً عاقبته العزة الإلهية، وهذا اليوم نرى هذه العزة. بعد هذه المقدمة التي طالت قليلاً حديثي في هذا الجمع المبارك ونحن متشرفون بتراب أقدام الزائرين، هذا الغبار الذي يتناثر في الجو، فإن النار ليست تمس جسما عليه غبار زوار الحسين في هذا الفضاء المفتوح، هذا الغبار المتبارك. نعم متناثر. حديثي في فصلين وأرجو الالتفات جيدا، في عنوانين أريد أن أكون الحديث، حديث لا أقول أكاديمي ولكن منقط. الفصل الأول حديثي يتركز حول نعم بركات هذه النهضة. أنا في كلامي كررت
كلمة المشاية لا بأس، ولكن عبروا بالهجرة، بالزحف، بالسير إلى الله ورسوله وإلى وليه. المهم هذا المشي ما هي آثارها حتى نتمسك بها، وإن كان كلامي لا يقدم ولا يؤخر. الآن الإحصائيات الأخيرة يبدو في كل سنة هنالك زحف مضاعف، لا أعني الضعف ولكن متزايد. قبل فترة جمعني لقاء مع أحد كبار المسؤولين في إدارة محافظة كربلاء، سألته سؤالا، قلت يا فلان كربلاء مساحة محدودة، أرض ضيقة محدودة، يعني هذه الملايين كيف يعيشون عليها؟ أرض كربلاء كم تسع؟ هذه الملايين أين يذهبون؟ تأمل قليلا وقال لا أدري، كأن الأرض تتسع. نعم أنا أعتقد هنالك عناية في هذا المجال. المهم من البركات، أول البركات هذا تمرين عملي للزحف نحو المولى الأعظم. نحن نذهب إلى زيارة قبر الحسين لنزوره، فإذا ظهر إمامنا في أي بلد، في مكة ظهر في نعم، أسند ظهره إلى جدار الكعبة وقال يا ألا يا أهل العالم، نعم ماذا هو موقفنا وموقفكم؟ هذا الزحف الذي يذهب لزيارة المرقد، فكيف إذا جاء بقية الماضين؟ فكيف إذا جاء المنتقم الأعظم؟ فكيف إذا جاء من بيمنه رزق الورى؟ المهم هذا تمرين عملي، ولا أخفيكم سرا إخواني، هذا المعنى اجعلوه في بالكم. القرآن الكريم يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أنا أعتقد أن هذا الزحف الهادر من موجبات إلقاء الفزع في قلوب الأعداء. نعم هؤلاء المحبون لو اجتمعوا على الجهاد على أي أمر مما يرضي الله ورسوله، ما هي النتيجة؟ بحمد الله، نعم هذه الحالة أوجدت حالة من اليأس في قلوب الأعداء. أيضا في نقاط سريعة، التمرين على العطاء، هذا العطاء واقعا مذهل. البعض يجمع قوت سنته، ليس كل أصحاب المواكب من الأثرياء، البعض منهم يبيع أثاث منزله ليدير هذا الموكب. هذا الإنسان بعمله هذا كم يتجاوز على الذات والإنية؟ نعم الإنسان مجبول على الإمساك على البخل. هذه الحركة الحسينية من موجبات إزالة الشح من هذه النفوس. طبعا إذا تغلب الإنسان على ملكة سلبية، هذا التغلب يعينه على باقي الملكات. من يتجاوز عن ماله، عن حب المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، من يتجاوز عن المال طبيعي أن يكون منضبطا في باقي أموره. هذا تمرين أيضا للمجاهدة في سبيل الله عز وجل. من البركات أيضا، هذه نقطة مهمة لإخواني الشباب، هنالك قاعدة في علم النفس، في علم الاجتماع، إذا وضع الإنسان لنفسه هدفا بعيدا يريد أن يتسلق قمة جبل، قمة جبل، جسمه يتحفز، عضلاته تتقوى إلى أن يصل إلى ما يريد. وضع الأهداف العالية، اجعل لنفسك طموحا، هدفا عاليا. هذه طريفة من الطرائف. قبل أيام أحد الأرحام طلب مني أن أحجز له سكنا في كربلاء، قلنا المكان الفلاني، قال لا أريد مكانا لصيقا بالحرم، أنا متعب، ركبي، ظهري، رأسي إلى آخره،
لا أتحمل مسافة بعيدة. وتفاجأت أنه ذهب إلى النجف ليأتي مشيا على قدميه. قلت في قلبي: أنت لا تريد مكانا بعيدا عن الحرام، كيف تمشي هذه المسافة؟ هو عزم على المشي. عندما عزم كل قواه الظاهرية والعصبية والعضلية إلى آخره تتحفز. هذا الدرس، البعض يتقاعس في عمله، في دراسته، في تقربه الروحي إلى الله عز وجل. اجعل لنفسك طموحا. ومثل ملفت أن من يخرج من النجف له طاقة ونشاط، يصل مقربة من كربلاء يقول: خذوا لي دابة أنا تعبت. لما؟ لأن ذلك الهدف الأبعد الآن صار قريبا. إذن درس الهدفية والهادفية. ولهذا أنا أقول للإخوة: أعتب أنت في ليلة القدر تقريبا كلكم سهر إلى الصباح، كم دعا الجوشن 100 ركعة إلى آخره، ولكن في أيام السنة يتكاسل عن صلاة الفجر، عن نافلة الليل بركعاتها 3 المختصرة. أقول: أنت ما الذي جرى؟ ليلة القدر حفزت نفسك، ليلة القدر كنت كالمشاية نويت أن تسهر إلى الصباح، جسمك أعانك على ذلك. الشاعر يلخص هذه النظرية بشعر ببيت يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، الجسم عبد لك، أنت انوي الأمر الجسم ينسجم معك. طبعا هنالك رواية أرقى من هذا البيت، أنا قدمت الشعر ثم أذكر الرواية: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. إذا نويت أمرا جسمك يسعفك ويمشي خلفك. هذا أيضا من دروس هذه الهجرة إلى الحسين عليه السلام. درس رابع، أثر رابع. العلماء قالوا: الفرق بين المحبة والمودة. المودة والمحبة اصطلاحان متقاربان، ولكن القرآن يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا، ما قال إلا المحبة إلا المودة. يقولون هذه نكتة بلاغية قرآنية، الفرق بين المحبة والمودة كالفرق بين الخضوع والخشوع. إنسان في قلبه يخضع، ولكن عندما يركع يخشع. أنت تحب أحدا في قلبك، عندما تعطي له هدية، تحضر له هدية، أظهرت حبك، هذه مودة. الإسلام لا يريد منا حبا محبوسا في الفؤاد، زاول، بين. تحب الله اذهب إلى الحج، الحج لقاء الله، بين حبك لله. تحب الله عز وجل، صم شهرا كاملا إلى آخره، هذا الحب الإلهي يتجلى في الصلوات وغيرها. تحب أهل البيت، هذا الحب بينه من خلال الزيارة، هذه الزيارة ممارسة لهذا الحب. اتفاقا هذا المشي، هذه الحركة الخارجية تعمق المحبة، والمحبة تفرز المودة، بينهما كما يقال تعاضد وتساند. هذا أيضا من بركات هذه الزيارة المباركة. ولهذا الذي يصل إلى كربلاء بعد هذا المشي الطويل من البصرة إلى هنا، ثق وتأكد هذا الحب يزداد تعمقا. ولا أخفيكم سرا، تكلمت مع الكثيرين، كل من يأتي لهذه الزيارة يقول: أصبحت مدمنا، في السنة القادمة لا يستقر في فراشه. لو كان مريضا يقول: يأتي الكثيرون يأتون بهذه العربات المتنقلة
يقول قلبي لا يطاوعني. هذا الحب تأصل، هذا الحب المتأصل جعله يزحف. هذا أيضا من بركات هذه الزيارة المباركة. من بركات الزيارة أيضا في الحج، رب العالمين جعل الحج أيضا للتعارف، فيه منافع للناس، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الحمد لله هذه الخيام فيها أشكال وألوان. كنت اليوم مدعوا في مكان في موكب من دول مختلفة من شمال أفريقيا، من دول مختلفة، والذي كان يجمعهم حب الحسين عليه السلام. خرجوا من المكان وهم يمشون ويبكون. هذا الجامع، هذا الشعار المرفوع في كل عام، حب الحسين يجمعنا، هذا حقيقة. على كل حال هذه أيضا من بركات التعارف بين المؤمنين، أن يرى الإنسان أخاه الموالي. ولهذا عندما نشتاق لأحدهم، نعم في أستراليا، في أمريكا الجنوبية الشمالية، يقول موعدنا في الأربعين، نعم سنأتي وسترانا في هذه البقعة. موعد لقاء المحبين، موعد لقاء المنتظرين. هذا هو الفصل الأول من حديث هذه الليلة، ولسنا من أهل الإطالة. أختم حديثي بالفصل الثاني. الآن ما هي التوصيات العملية؟ طبعا نحن ما بلغنا الذروة وما قمنا بالتكليف بالحد الأعلى، هذا نعترف. هل صلينا صلاة خاشعة؟ ذهبنا حجا إبراهيميا؟ صمنا صيام الجوانح؟ مقصرون في كل شيء. أيضا هذه الزيارة يمكن أن تطور وأن تكمل، بإمكانك أن ترفع من مستوى هذه الزيارة برفع آثارها. أولا اجعل هذه الزيارة اعتكافا روحيا، بدلا من أن تعتكف في شهر رجب في مسجد في مكان مغلق وأنت صائم من النجف إلى كربلاء 3 أيام، عش جوك الروحي. ولهذا أقول للبعض، إن أمكنك أن تذهب لوحدك تعيش جوك، أو 2 أو 3 من رفقة الطريق إلى الله عز وجل، قد يكون راجحا، يعني عش حالة الخلوة في هذا الطريق. نعم تدخل خيمة لا يعرفك أحد في الليل، قم صلي صلاة الليل تحت السماء وأنت زاحف نحو الحسين عليه السلام. تذكر قيام الليل لسيدتنا زينب المفجوعة، صلت وهي جالسة ما بقي منها من رمق، وأنت بحمد الله في أمن وأمان. تأس بها على الأقل في هذا الطريق، كن كزينب في إقامتها لقيام الليل. على كل، هذه نعم نوع من الاعتكاف الروحي. البعض في هذه الأيام الثلاث يصل إلى كربلاء، يصل إلى هناك، يرى نفسه إنسانا جديدا، أعني البعض. ونصيحة لوجه الله، كل من يسمع حديث الآن من الجالسين والمشاهدين، إذا وصلت إلى حرم الإمام أقول كلمة إن شاء الله يبقى في كل الأربعينيات القادمة. الحديث الوعظي قد يتبخر مع الأيام، ولكن إذا وصلت إلى الحرم رأيت البعض يمشي متعرجا، يقول أقول ما بك؟ يقول تورمت قدماي، أخرجت الماء المتجمع في رجلي في كذا محطة، وجه مغبر، جسم نعم متعب، البعض يصاب بالأمراض في الطريق. هذه فرصة ذهبية كما يقال، خذها فرصة. الآن لا بالضرورة تحت القبة، إذا دخلت أرض كربلاء خاطب الإمام بما أقول لك الآن.
ليس من باب المنة عليكم، هذه منة المنبر وهذا الجمع المبارك. إذا وصلت الآن بعد الدعاء للفرج حقيقة لا مجاملة، وأعلمك دعاء فطريا شعبيا ما شئت فعبر. أخي الكريم، تريد المقامات، تريد الفوز، تريد النجاة، إذا وصلت للإمام عليه السلام قل له يا أبا عبد الله، بعد السلام والتشريفات المتعارفة قل يا أبا عبد الله، هذه الأيام ولدك المهدي يزورك قطعا، أنت تزور ولده لا يزور، أعوذ بالله. يا أصحاب المواكب، احتمل أن الذي يأخذ منك كأس الماء إمام زمانك، أقول احتمل، نعم هذا المعنى وارد. الشاهد، قل يا أبا عبد الله إن جاء ولدك زائرا معزيا قل له، هذا الوهم الابن يرد كلام أبيه أبدا والأب كالحسين، قل يا مولاي سل المهدي أن يتكفلني، أنا يتيم أنا ضائع، إن تركتني أتيه في متاهات هذه الدنيا، جامعاتنا ليست على ما يرام، أسواقنا ليست على ما ترام، على كل شيء يعاكسنا المشي نسبح ضد التيار. قل يا أبا عبد الله قل لولدك يأخذ بيدي، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. قد تقول الإمام ماذا يعمل؟ يعمل معجزة؟ ماذا يعمل؟ الإمام ابن الإمام المهدي ابن الحسين، من نظر إلى الحر نظرة ولائية ما المانع ولده ينظر إليك كذلك؟ هكذا قل، قل سل ولدك أن يعاملني معاملتك مع الحر. نعم، هناك آية في القرآن تقرب الفكرة، لا تستنكر ولا تتعجب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. أنا أرى بعض الشباب أسأله يا فلان في الجامعة تنظر إلى الحرام، يقول عيني لا تطاوعني، ليس لي ميل، الميل انتفى، هذه عصمة نازلة. هنيئا لمن كان مزاجه لا يلائم الحرام، هذا المطلوب من أحدنا. أيضا من توصياتنا للإخوة في هذا المجال، هذا الموكب، هذه المؤسسة المباركة سنوات ونحن مأنوسون بهم، أدام الله ظل المرجع الأعلى والإخوة القائمين عليها، هنالك خيمة رأيت هذه السنة ما توفقت للزيارة، هنالك خيمة المعاهدة والتوبة، تكتب عهدا لإمام زمانك وترميه في الصندوق، يعني في ختام الزيارة، يا رب أعاهدك على أن أكون لك عبدا مطيعا. نعم، عاهد الله عز وجل، ونحن في ختام الطريق إلى كربلاء، عاهد الله عز وجل، ولا ضير بالقسم، إذا كان القسم يلزمك ما المانع؟ هذا أمر راجح، اقسم أن لا تنظر إلى الحرام، اقسم أن لا تسمع الحرام. نعم، في هذا الطريق اجعل ختام الطريق ختام المعاصي، اهجر المعاصي. زرت أحدهم في المنزل، كان أداة لهو وطرب، قلت ائتيني بالسكينة بمقص، قطعت أدواته وهو مرتاح من ذلك، اتفاقا كانت مكلفة، قلت أتسمح لي أن أفسد أدوات الطرب في المنزل؟ قال نعم افعل ما تشاء. معنى كلامه
هجران المعاصي بإتلاف وسائل الفساد في بيتك، هذا أيضا من بركات هذه الزيارة. وأخيرا ختامه مسك، إذا رأيت في قلبك ارتياحا أنسا حبا للمولى صلوات الله عليه، أحدهم سألته عندما تزور الحسين ما هي حاجتك؟ قال: أي حاجة؟ الحب يدفعني، الشوق يدفعني، أذهب لزيارة الحسين لأطلب الزوجة مالا. هو يعلم، ولو طلبت طلبت في الحاشية تبعا، أنا أذهب شوقا. عندما تزور أباك في كل زيارة تقول: يا أبا أعطني مالا، أعطني كذا، يقول: أنت ولد عاق، تزورني طلبا للمزايا، أين الحب؟ أنت زرني وأنا أعلم ماذا تريد، أقضي حاجتك، ولكن لا تشترط. تذهب لأبيك في المستشفى تقول: أعطني مالا، يقول: لماذا جئت إلي إذن؟ نعم، اذهب لزيارة الحسين شوقا. والنعم علامة الشوق أن تكرر هذه الزيارة. أنا بحمد الله لي صحبة من المؤمنين، إخوان الوفا وخلان الصفا، أراهم في كل جمعة في ليلة الجمعة يزورون الحسين في كل الأحوال. رأيت فيهم تميزا لا أرى حتى في بعض العلماء. نعم، الحسين جملهم، الحسين صفاهم، الحسين اصطفاهم. لا تجعل علاقتك بالحسين في السنة مرة، هذه الزيارة اجعلها مقدمة للتواصل الدائم في كل مناسبة. رأيت أحدهم على باب الحرام أعرفه، قال: أنا في كل شهر آتي من الولايات المتحدة، كم ساعة في الطريق بالطائرة أزور الحسين وأرجع. نعم، والبعض بيته قريب الحرام ولا يزوره في الشهر مرة. كن وفيا بمقدار ما تزور تأخذ، كل زيارة فيها عطاء مستقل. لا تقول: زرت الأسبوع الماضي، في كل زيارة عناية. تكرار الزيارة توجب تراكم الآثار، في ليلة من الليالي في يوم من الأيام تنكشف عنك الحجب وتصبح كأصحابه صلوات الله عليهم أجمعين. هذا حديثنا لهذه الليلة المباركة. وجوهكم تنتظر مني أيضا شيئا من ذكر مصائبهم صلوات الله وسلامه عليه. أنا واقعا عندما أتذكر مسير السبايا من بلد إلى بلد، أنا ما أقول هي زينب تذكر مصيبتها، تذكر مصيبتها أمام من؟ أمام يزيد. نعم، أخذوهم سبايا يتصفح وجوههن القريب والبعيد. هذه الرؤوس المحمولة على الرماح تثير الأشجان، أي بنت تتحمل رأس والدها؟ لا تتحمل الأب الوالد ميتا، فكيف به وهو مقطوع الرأس وعلى القنا؟ وصل بهم الحال أن نادت الهاشمية: يا حامل الرأس، ارفع رأس أبي عاليا. لما؟ هذا خلاف المطلوب، هذا يشجي. نعم، وإذا بها تقول: ارفع رأس أبي حتى ينشغل الناس بالنظر إليه، فلقد خزينا، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا بنات النبوة، لقد خزينا من كثرة. أحد العلماء، أحد الخطباء ذكر هذه المصيبة، أحد العلماء من المراجع لعله قال: يا فلان انزل، يكفي هذه المصيبة. أي مصيبة؟ دخلت لولا أيام الأربعين، أنا ما ذكرت هذا المعنى إلا قليلا، دخلت يزيد
على طاغية زمانها وعليها أرذل الثياب، ثياب الأسير في الطريق، هذه الثياب اغبرت لعلها تمزقت بعض أجزائها وعليها كذا. فالمهم هذه حالة السبايا عندما دخلنا عليه. يقولون كادت زينب أن تموت في عدة مواقف، اختمها بهذا الموقف عندما نظرت إلى يزيد وقد وضعوا رأس أخيها في ذلك الطشت وبيده خيزران ينكت بها ثنايا أبي عبد. هنا لعل زينب أرادت أن تجود بنفسها. أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي؟ فأجابها من فوق شاهقة القنا: قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى واصنعي ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. أقلب طرفي لا حمي ولا حما سواها فوات الصوت من فوق أضلعي. أيسوقها زجر بضرب متونها؟ هذا البيت قلبي لساني لا يطاوعني بذكره، ولكن أقول لعلها تستدر الدمعة والشمر يحدوها بسب أبيها. لم تله عن حفظ العيال وجمع بفراق إخوتها وفقد بنيها. يا رب الحسين، بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب الحجة، بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة. ننادي ربنا عشر مرات، هذه مواطن الاستجابة، أيام حسينية وبعد المجلس. عشر مرات ننادي ربنا ونحن تحت السماء: يا الله 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 يا الله. يا من لا يقال لغيره يا الله، استجب لنا دعاءنا. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. نختم المجلس بدعاء الفرج، كلنا نقف إجلالا لإمامنا وقائدنا: يا وصي الحسن والخلف الحجة، أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا جميعا بصوت واحد: يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم تقبل منا أنك أنت السميع العليم، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.